حلو. ننتقل مرة ثانية لفريق الرفادة. ركز زين عن الثقافة الإسلامية. أي مجال؟ الثقافة الإسلامية. كويس، ثقافتي كويسة. ما شاء الله، ما يحتاج عبد الله. أخذت ثقافة. مجرب زمان. حلوة ثقافتك. نعم. ثلاث أيام جاب أنا ورا يقول لك ثقافتي إسلامية. لا يمين ولا يسار 45 ثانية، تفضل. يمين 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 يمين. بخلي معاك. اصول الفقه اللي جاء صحيح. السلام عليكم، رايك روعه يس عبد الله الحربي. بإذن الله إذا أخذت الجائزة نحسب قيمة هذا الدولاب للطاولة ونحسبها. معليش يا بيارة، ما كسر شيء. بما إني المتحدث ما كسر شيء، أعتذر. ما كسر شيء. شكرا. بعد الهوا إن شاء الله نصلح. أسلم عبد الله. على خشمك أنا ولا على خشمي يا رب. حبيبي، قيمة الطاولة 8000 ريال، نسحبها من لا كم يعني دقيقة كم يا أبو يارا؟ 8000 ريال الطاولة. نبيع هدوم، نبيع هدوم ونعطيك إياها. بيض الله وجهكم، كفو. عندي ناس كفو. تستاهل والله. كبر مرة موضوع. نشوف نهاية البرنامج. طيب، نروح فريق السقاية برضو عن الثقافة الإسلامية. يا سلام عليك. 45 ثانية وسعد القحطاني، أي كلمة تطلع منك أخذها مباشرة. يمين ولا يسار؟ يمين القواعد الفقهية. الإجابة صحيحة. ويا سلام عليكم، انتوا كفو. ننتقل لفريق الوفادة. يلا وفادة انطلق. يلا بسم الله. فردا وحياكم جميعا مجددا عن الثقافة الإسلامية كذلك. شدوا حيلكم. يمين الجرح والتعديل. الجرح والتعديل الإجابة صحيحة. ويا سلام عليكم. ولا شيء يا عيال. طبعا يا شباب، فريق الرفادة 125 نقطة، فريق السقاية 90 نقطة، وكذلك فريق الوفادة 131 نقطة. تستاهلون. تلعب مع شين، تلعب مع كبار، تلعب مع غالقة زي ما انت. وفادة الذين نحسن الوفادة. وفادة الذين نحسن الوفادة. وحدة. نرجع مرة ثانية لفريق الرفادة. يلا عن الثقافة الإسلامية كذلك طبعا. وسؤالين، اختار يمين ولا يسار. ها ارجع يمين. هو الشخص المفضل عبادة. وين الراهب؟ إجابة صحيحة. اوكي صار خير. معاذ الجماز، انت يوم انشد صوتك ما سمعته وسبب المايك مسكر. لحظه والله يسكر من حاله يا ابو يارا. صح، كيف يسكر من حاله؟ استغفر الله. تعطي حلفان والله ما ادري. طيب لغو ان شاء الله. ننتقل لفريق السقايه. لا تكون عاده يا شباب. السقايه ركزوا، الثقافه الاسلاميه كذلك زي ما قلنا. كل شوط سؤالين لكل فريق، 45 ثانيه، تفضلوا. يمين. صار على النبي، وش التوبة؟ التوبة. نعمل. نعمل. إجابة صحيحة. يا سلام عليكم. التوبة من غير بسمة. بطل السعد. المايك طافي. المايك. أطلع. التوبة من غير بسمة يا شيخ. كيف تقول كذا؟ التوبة طافي بسمة. خلاص لا تستعجل يا أخي. يلا نروح فريق الوفادة. وفادة برضو على الثقافة الإسلامية. أتمنى الإجابة تكون سريعة.
لان كل سؤال نقاط تروح عليه. نزل بسرعة. طيب صوت صوت يا رجال ثقايا. واحد الصوت يمين ولا يسار؟ تلاميذ عيسى عليه السلام. يمين. حواريون. يا سلام الحواريون اللي جاء. يعطيكم مثل ما قلتوا نار نار، ولكن جمعتوا يا فريق الوفادة 134 نقطة. السقاية أكثر منكم بنقطة واحدة 135 نقطة. تستاهلون فريق الرفادة 123 نقطة تستاهلون كذلك.